بنايتها شنو قاعدين في ترى في ما في بنات وايدهم سيكل. انت شنو قلت؟ قلت كويت رايدرز جروب عادي. انا لو اخوي عنده سيكل ولا ابوي كويت رايدرز يرضى اني اروح اروح. بالعكس ما عيب، لان كل واحد مطلع هلا طالعين جروب، طالعين طلعه محترمه سيفتي نظام سيفتي. واللي حاط ولده كم عمره؟ 8 شهور؟ 7 شهور. 7 شهور حاطه وين يعني؟ في احد ما يخاف على ولده؟ شيء طبيعي. بس لما اشوف وحده على البحر لابسه خوذه وقاعده وقدامها واحد وماسكتها وشخطي لي على البحر، يمكن اخوها. ما في، ما احنا بالكويت ما عندنا، والظهر طالع وحالتها ما عندنا بالكويت يعني. اخو يسمع هذا لا، اذا كان عندنا بحاله واحده هذا لا يدري بالفريج بخاطرها انه يطق فيها فره بالشارع، يطقها فره حتى يمكن ما يلبسها الخوذه انه على خاطره. بس صدقيني ما راح اطلعها على البحر. خل ارجع على الفيسبوك. عندنا عادل حسين، دقيقه، عادل حسين قاعد يقول انا من رايي احنا بمجتمع يهتم بالمظهر اكثر من الباطن. صح. والانسان الفاهم يحترم نفسه، مو بس بالاخلاق، يحترم نفسه باللبس بعد. صح. احنا للاسف قام نشوف بلاوي، عشان كذي قاعدين نشوف الناس بعين واحده، وهذا غلط. يا ليت نرتقي شوي. مغزى حكي انه شنو الواحد مو والله انا محترم خلاص البس اللي ابي دام ان انا محترم. لا، هم يراعي الناس ويراعي الذوق العام. فخلنا نطلع فاصل دقائق شويه ونرجع لكم مره ثانيه. حلو، ردينا من الفاصل. بس قبل لا ندش بالموضوع، في عندي هداء صغير. ادري ان برنامجنا يعني مو برنامج هداءات، بس امس نوروا الكويت خالتي وريلها من السعوديه ابو تركي، فحاب اوجه له تحيه. ما عندهم فيسبوك علشان يقولون لنا يعني حكيهم. الحمد لله على السلامه خالتي. ايه، فكلكم اجيتكم تقولوا له احلى تحيه، لانه صدق امس قال ان شاء الله كلكم موفقين وكل واحد المع من الثاني ومنها للاعلى يا رب. فاحلى تحيه لك عمي ابو تركي، وتو ما نورت الكويت. عمي ابو تركي، عمي ابو تركي، عمي ابو تركي، عمي ابو تركي، عمي ابو تركي. يلا رد على موضوعنا. حسسني بالهذا مال الاعلان. رد على موضوعنا. عرفتوا اللي من يقول الله اكبر اليوم يسوون باي؟ بابا سالت لما ياذن الله اكبر. انت ما تسوين؟ سالت لبس اي حق تقدر. خلاص يلا رمضان الكويت راح تشوفين. نرجع حق موضوعنا. انا ابي اقول لكم احنا بحياتنا الشخصيه لازم كل واحد يتعب على نفسه. صح. يعني يتعب على شخصيته عشان يفهم اللي حوالينا، وهم اللي حوالينا يفهمونه. مسألة ان انا شفتك بعدين احكم عليك والله مثلا انت شنو ما كنت وخلاص من عقبها اقطع الموضوع كله بيني وبينك، هذه غلط. توني طلعت بالعافية. مسألة ان مثلا اسرار ولا انا يعني مثلا رفيجتها ان خلاص انا ما ابيها وهذه شكلها اي شيء، هذه هم غلط. لازم احنا كل واحد فينا يعطي فرصة حق اللي قدامه، منها هو يعرف هو شنو عشان يقدر يقرر ان هذا الشخص زين ولا مو زين، ويرافجه ولا ما يرافجه. فمساله ان بنيه راكبه سيكل انت يعني عندك ان هي اي شيء شيليها من بالك. مو بس كذي ميمي، ميمي يعني انا ماني مجبوره اروح اوقفها بالشارع واتعرف عليها يعني. لا لا، بس لا قصدي انا بالنظر. انا شنو قاعده اقول؟ بمجمع شافوا بنات مع شباب حكموا ان هذول كلهم جروب اي شيء. تحكمين بمجمع ان شاء الله قاعدين بقهوه وقاعدين يشيشون، يمكن تكون مرته عادي. واحدة قاعدة مع رجال المبدا واحد. انا لا، مو مبدا واحد، بلا مبدا واحد الحين. اوكي، ولو اشوف واحدة لابسة مايو بحر مع واحد قاعدة تسبح، اقول انه يمكن رجالها، يمكن رجالها الحين لابسة مايو بالبحر قاعدة تسبح رجالها، بس انا راكبة سيكل مع واحد مو اخوها قاعدة تاخذ نفسك. زين، لا لا، هدكم من التناقض. بس مو سيكل شاط شاط شاط. نعم اسرار، احنا شنو اللي نبي نوصله؟ يعني احنا الحين نبي نقول حق الناس ان مثلا اي شخص لا يحكم مثلا على محمد او على ميمي او على ساره او على بدر او على اي احد. احنا قاعد نقول نتكلم عن نفسنا احنا، احنا لا نحكم على الشخص من لبسه، من ستايله، من طريقه شعره. انزين، في ناس خلينا نقول نتكلم ان هي هني قالت ان انا كنت عايشه بمكان غربي، هي كانت عايشه بكندا، وهم طبيعتهم كذي. لكن احنا نحترم عاداتنا وتقاليدنا. احنا ما عندنا مثلا بنات اللي تطلع سرتها وبطنها وتمشي. صح. هذه ما عندنا، لا عندكم ولا عند اسرار ولا عند ميمي ولا ساره. احنا عندنا لكن شوي. ايه لا والله والله عندكم. فيعني احنا ما عندنا هالسوالف هذه، فما نبي احد يحكم على احد الا يعني انا. يعني انا من وجهه نظري اقول ان اذا انت شخص تحكم على واحد عشره، شوفه شنو هو، بعدين احكم على قصه شعره ولا ستايل. لان في ناس قصه شعرهم فاشن تكون. اهم شيء انه لا نتكلم على احد. حش يا بحنت هذا مو شيء. اذا كان هالشخص عمود
حمود انا اقول لك واذا كان هالشخص ما تقدر تعاشره علشان تعرف الشر هو بس خلاص يعني مثلا كان فنان ولا مذيع ولا وين تلقاه علشان تعاشره يعني مثلا كان فتقول هذا شوف شلابس ولا هذه مذيع بس ممكن ممكن يصدف انه يعني شوف ممكن يصدف في يوم من الايام ان انت صدق هالفنان هذا اللي انت ودك تعرف شنو هو تشوفه بشارع او تشوفه مثلا بسفره او بمكان راح تيجي تبي تسلم عليه او ان هذا تشوف رده فعله في عندك ست فنانين انت تشوفهم يعني ممكن صح يعني على المسرح الله تشوفه يضحك كوميديان وانه واو هذا الممثل انا اذا شفته بس ابي اركض عليه يوم تصدف الصج وتشوف الانسان هذا يطلع هذا بس مجرد افيه يعني بينه وبين الممثل الثاني يخليك تضحك لكن بالطبيعه تيجي تسلم عليه تعال سلم تعال سلم انا فنان سلم علي أوكي. سلم علي شوف صح سلم السلام عليكم شلونك تعرفني اي اعرفك من التلفزيون اي تلفزيون هذا يلا يلا طيب اشكالك ما يطالعوني نعم اي عادي في كذي ناس مشكش على وين والله في كذي درجة في اي في لهالدرجه في يعني انه نعم شنو انت منو بس تعال انت حتى لو ما تعرفه حالات ثانيه في زي قصه بريتني سبيرز جاتها فترتها اتشهرت وبعدين مسكوها وصاروا يتكلموا عنها على لبسها على حياتها صاحبها البنت انجنت وفقدت اولادها خلاص صار كاستري قصه شعرها وما سوت حلقه شعرها وقصه الانرجي دريك وهي قاعده هنا بالمستشفى صح انجنت البنت ايه؟ بس كلها من ايش من كلام الناس الميديا الكلام كثير الافرازي وهالسوالف اي والله يعني من كثر ما الناس ترى والله الكلام الناس اذا صار بزياده خاصه حق الناس الاعلاميين يأثر وايد غلط وايد يأذي يعني حتى لو واحد يقول انه وقطع لو واحد شاب تحس بالخاطر تدرون اقول لكم شيء لو كل واحد او انه لما تلحظه او لما تتكلم وع خفيفه وع ايش فيها تتكلم كذي تحس بالخاطر ان انت هذا طبعك لو انت مو بالتلفزيون ما راح يحكمون عليك بس بالتلفزيون لازم تقعد انت ليش انا قاعد بالتلفزيون والله سيريس وريل على ريل ومشاهدينا ومع السلامه واهلا فيكم مع السلامه تدرين وما اضحك وياكم وما اتغشمر وياكم عشان اخاف من كلام الناس بالعكس انا عارفه نفسي شنو هذه انا هذا طبعي معاكم هذا طبعي انا برا اللي عاجبه اهلا وسهلا واللي ما عاجبه كيفه لان هو بالحالتين راح يتكلمون صح هو بالحالتين الواحد اللي بيتكلم لبنيه اللي تدش بالجامعه وتطلع ترد البيت قالوا هذه وين رايحه هذه شوفوا وين تروح تطلع ما تقعد بالجامعه ولبنيه اللي تقعد بالجامعه بالكافيه مال الجامعه اي طعش قاعده طعش عندها هي ورفيجاتها يعني الناس بالحالتين ولو كانت متحجبه بيقولون هذه متحجبه ومن تحت الخافي علماء الله واذا ما تحجبت قالوا طعش لابسه لازم يعني ما حد يسلم الحل الوحيد اللي نبغى نخش فيها يعني هي منها don't judge the book by its cover يعني كمان في ناس ستايلهم بغلط صغير يعني في قصة في وحدة يعني لابسة بيربري يعني هم يبون الكلام حق نفسهم اي لابسة بيربري هات وبيربري توب والتنورة هذه تضحك هذه ما تحكم عليها مو زين يعني مهما عليك وحدة كذا كلها مخططة زي السطرنج واكس او كذا يا اخي ما اقول كلمة هذه حابة تراوي الناس ان انا براند ماشي انا هذه يعني هذه النوعية يا جماعة هذه النوعية فاهمين الستايل حيل غلط اللي تلبس لك كعب احمر والجنطة الجلد الحمراء والشال الاحمر والجين الابيض والساعه الحمراء في ضاعه الحمراء وبدي اسود يعني كثر اللون والميك اب احمر حمراء حمراء مع تحديد ما بعد تمشي بس لما تكون لابسه مشجر وبعدين ميك ابك كثير ورجولتي مشجر وحط جابك كبير يعني اما تركزي لازم تركزي في شيء واحد خلاص انت تبي تحطي ميك اب يعني بيج سموكي ميك اب البسي شيء يعني سوفت سمبل باستيل كلرز الالوان الهاديه يكسر. بس لما يكسر صح نسمع قالت لازم تلبس الباستا كلرز يعني وايد حلو المحجبات المحجبات خل اقول لكم شغله انا وايد وايد لما اشوف شيء قدامي اليوم وانا رايحه الصالون شفت واحده صاعده الصالون ما كانت جايه الصالون عشان لا افتت انا قاعده ناطرتهم الصبح الساعه 9 انت قاعده تحشين قاعده الحين لا قاعده تحش بقلبها حش معصبه وينهم تاخروا وشنو معصبه عليهم قاعده متربعه على القنفه كذي تحت بالعماره مال الصالون قاعده اكل بطاطا وكاكاو قاعده متنرفزة كانت تدش واحدة والله العظيم لابسة حجاب خامة الجينز زين بنطلون جينز وفوقه النورة جينز وقميص جينز كرهات انا معصبة فجأة شفت كذي لا انت موجودة؟ لا مستحيل ان هذه الصالون اللي احنا بنروح له خل اقول لك شغلة هذه ناس ضحكت هذه ما تحكم عليها المتحجبة المتحجبة ليش ما ضحكتي؟ المتحجبة ليش ما ضحكتي؟ المتحجبة ما شافت الشيء قدامها لا 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 مو قادر خلنا اكل شوي خليني اقول لكم المتحجبة الحين المتحجبة لما تلبس لكم شيء مشير او مثلا تلبس لك كروهات او شيء مشير لازم الحجاب يكون سادة صح؟ لان انت لابسة هني وايد اوفر لازم تهدين ترخين
مره يعني مو بس مساج تهدي وتهدي وايد 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 امرار ما ادري مرات صج صج ان يعني المتحجبه لابسه هني كلها مشير وحجابها مشير وبنطلونها يعني تخيل هني مثلا لابسه لي ورد وبنطلونها تايجر وحجابها تايجر ليش شيء انا ما اقدر اركز على شيء يعني مو قادر اركز على ولا شيء هي تايجر قاعد يمشي زين فانا وايد قاعد يصير غلط مو عارفين شلون يعني كذي انت وصرتوا وقاعد تحكمون على الناس وتحشون فيهم احنا هني قاعد نضحك على لا كلهم احنا نحكم في فرق انت لما تحكم على لبسها ولما تحكم على شخصيتها احنا الحين شلون قاعد نتكلم اني انا لو اشوف واحد لابس لبس هي هذه لابسه جينز 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 كيف لا يا اخي احنا كنا نتكلم بس انا احكم عليها ان هي ما مثلا لا احنا احنا سوى كنا قاعدين حمود سمعه والشرف انتوا كذي دشيتوا بالستايل لا حمود احنا سوى خلاص انتوا دشيتوا كذي بالستايل لحظه لحظه في لحظه كام داون كام داون تي احس ان هذا قاعد بسفينه انت 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 صرت رويشد لحظه لحظه اوكي احنا سوى قاعد نتكلم ان ما نحكم على اخلاق الواحد من مظهره الحين انت لما تمشي مثلا بالافنيوز ولا باي مجمع تشوف واحد لابس هات مثلا لاكوست وشيرت لاكوست وبنطلون لاكوست والجوتي هم يكرم السامع لاكوست شو تقول وساعة انا اقول لك شغله طالع كذي تقول اقول ان هذا البني ادم يحب الماركه هذه إيه؟ ومو راضي يعني لدرجة انه مو راضي يسوي تاتو على لاكوست هو انه لابس الماركه انه من فوق لتحت نفس الماركه لا هي على على الالوان التناسق. على الاحساس اللي تشوفه ما في تناسق اللاكوست العلامه حقتها صغيره ومثلا اقول لابس لاكوست قبعه صفراء ولابس مثلا اخضر فاتح وبانس ابيض مثلا حلو يعني قصدك لو الواحد لبس براند واحد من فوق لتحت بس نوع بالالوان حلو ممكن يصير حلو اوكي يعني مثل زار ومو اي ستايل انزل موضه قاعد يقول على عادل الحسين ان رضا الناس خايله تدرك على شنو بالضبط ان اذا تبي ترضي الناس شلون ما راح انا راح ارضيك بس ما راح ارضي محمد راح ارضي بس في مثل يقول لك لبسي على ذوق الناس انزين وكل اللي يعني ما تشتهي على ذوق الناس والبس اللي تبي شلون اكل اللي تشتهي والبس اللي تبي اي بس لازم تلبسي على ذوق الناس مو على ذوق الناس انا اقول اكلوا انتوا الاثنين هريس وستانس ومحمد شكل هريس بس بقول لكم شيء يعني الحين هو احنا ما نتحكى عن ان اللبس وكذي لازم يكون في تناسق يعني اذا انت لبست مشير لازم تكسره بساده لا يصير من فوق لتحت كله مشير عشان لا تعور عيوننا يعني هذا ذوقيا لانه اذا لبستي كله ساده شو يصير؟ ما راح يصير شيء لان كلها الوان هاديه كلها ساده بس لحظه بس غير على المثل على المثل ان البس على ذوقك واكل البس على ذوق الناس واكل على ذوقك تدرون ان في ناس حتى لما مثلا يعني انا صدمني واحد اعرفه كنت قاعد وياه بمطعم فشاف العائله اللي يمنا طلبوا يعني شيء اكل معين فقاعد يطالع يقول طاح هذيل ايش طالبين؟ صدق يعني قام يتحكى عليهم لانهم طالبين شيء هم يحبونه زين مو شكو هو انت شكو انت هو بطن الناس هم يحبون انت شكو يعني لا انتوا عارفين نوعيه الناس اللي ان هم ما شاء الله وايد كلاس لان لما تاكل كنتاكي انه نعم شكو ياكل كنتاكي انا ما اكل الا من ماكي. مكان او كل هذا عشان اسرار طالبه من كنتاكي من قبل شوي والله كل يوم كنتاكي وما كنت اسمع القصه في احد قال لي القصه هذه انه وحده هي وامها كانوا في باريس وكانوا بياكلوا في مطعم جات وحده جنبهم قاعده تاكل مع نفسها قاعده تاكل سوشي والسوشي معروف انه مو كويس للحوامل اوكي عاد هذول قاعدين تكون يقولوا يوه هذا شوف طلبت سوشي حامل طلبت صحن ثاني ايش هذا قاعد تاكل قاعد تاكل انا استغربت ورا الحلقه راح اعرف ليش السوشي مو والانسان قاعد تاكل سوشي طلعت عربيه راحت في النهايه لما خلصت قالت له اولا اني انا بفهم كلامك وانا عربيه يعني بفهم ثاني انا مو حامل انا بطين يعني طلعت هي بطه يعني هي تاكل سوشي وكيف هل تاكل نفس شخص انا اعرفه يعني وايد ياكل بالعين يا ارض شقوا بالعين انا هذا الشخص اللي انت تعرفه وايد ياكل هذا وايد كلوز انا بعد اعرفه انا حيل اعرفه بس هم انا طبعا يا جماعه لا تنسوا انا يعني مخرجنا ما شاء الله عليه كل ما يجيب اكل يقول لي بجاسم روح مخرجنا ما يحكم على الانسان لا من شكله ولا ودي من ودي أكل ما ولا من كلامه ولا من شيء من طريقه اكله يعني. مخرجنا ما يحكم على الإنسان إلا من طريقة أكله. بالعكس أصلاً مخرجنا يحب لما يشوفني وأنا أكل. إذا طلع إذا طلع صوت في الأكل عادي إنه ما يرفجع. طب لحظة شوية إحنا عندنا شكلين نتكلم عنها. إيه. بس هنأخذ بريك صغير. صغير أنتم. هنرجع لكم بعد شوية. هل تبغى؟ أنا عندهم مالي شوية. دوب أي أي. آه
اخذنا فقره صغيره رجعنا من البريك. بس انا اقول ساره انت صراحه سويتي شيء واو، شيء خيالي، شيء حلو، شيء جميل جدا. بس الناس ما تدري عنه. انا بخاطري يا جماعه بما ان احنا بهال